تاركيننا للفرحة هنا في هذا المهرجان وفي هذا السباق الذي يحظى بالدعم الكبير والدعم السامي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. انطلق مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي، وانطلقت الآمال وانطلقت أيضا الطموحات للمشاركين في شوطنا الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ، وعليه سبحانه وتعالى نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح لنا ولجميع المشاركين والمشاهدين والحاضرين. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الشحانية لغانم بن حمد بن مبخوت الحنيتم آل حنيتم على المركز الأول على صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم بكل قوة منذرة لمحمد بن عتيق بن جمعة الرميثي على المركز الثاني، دور المركز الثالث. وصلت على المركز الثالث العنود لمشعل بن فهد بن عمير العفيش الشهواني على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، الجنوبية تصل على المركز الرابع لبطي بن محمد بن بطي الحسناء على المركز الرابع، بينما المركز الخامس لفته لراشد بن صالح بن محسن النابت المري، انطلقت وتقدمت لفته وخذت المركز الرابع. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم مع أول كيلو متر مقطوع من مسافتنا الرئيسية الأربعة كيلومترات. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام على المركز الأول في هذه اللحظات، ومن تتقدم هنا الله، يا سلام الشحانية على المركز الأول غانم بن حمد بن مبخوت آل حنيتم يقدم الشحانية على المركز الأول وفارق بينها وما بين كل المنافسين في هذا الشوط. انطلقت واندفعت إلى الأمام وابتعدت ابتعاد كلي في بداية هذا الشوط، في بداية هذا الشوط. المركز الثاني تصل وتتقدم منذرة اللي تنذر الشحانية وترفع راية التهديد على المركز الثاني منذرة لمحمد محمد بن عتيق بن جمعة الرميثي، هذه منذرة على المركز الثاني وإنذار شديد اللهجة للشحانية من خلال منذرة وتقدمها على المركز الثاني. دور المركز الثالث، ومن تتقدم بدورها تصل في هذه اللحظات العنود لمشعل بن فهد بن عمير العفيش الشهواني يقدمها على المركز الثالث، بينما المركز الرابع لفته صالح بن راشد بن محسن النابت على المركز الثالث الرابع، بينما المركز الخامس تصل فيه محبة لناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، ولكن شعار الزعبي أراه يتقدم. الجنوبية بطي بن محمد بن بطي الحسنة شعار زعزعة، من خطفت وحصلت السيارة حصلت على السيارة في ليلة البارحة. يا سلام يا الزعبي، يا سلام يا سلام يا سلام. عودتنا إلى مقدمة الشوط، الشحانية على أرضية ميدانها ترقص على الهواء مباشرة، جرت الشوط جر من خلال هذا التقدم الممتاز ومن خلال هذه السيطرة الصباحية. يا سلام، كيلو ونصف الكيلو تفصل الشحانية عن ناموس الشوط، عن الفرحة العارمة لمالك هذه الذلول، لمالك هذه البكرة ولمضمرها على حد سواء هذه الشحانية. وهذا هو الفارق على الكادر التحتاني، يعطينا إياه مخرجنا أحمد السادة، هذا هو الفارق. شوفوه، لا تكاد ترى على الكادر التحتاني أبدا، لا تظهر من خلال ما أراه، يعني بعيدة كل البعد، يمكن 100 متر عن بقية المشاركين. المركز الثاني اللي تتقدم في هذه اللحظات وتتحرك منذرة، محمد بن عتيق الرميثي على المركز الثاني. الجنوبية بطي بن محمد بن بطي الحسنة على المركز الثالث. المركز الرابع محبة ناصر بن يحيى بالعوض المنهالي، أو هنا شعار بالراية تقدم على المركز الرابع.
المركز الرابع تتقدم المها لحمد بن راشد بن حمد بن قبعان، بينما المركز الخامس الصايلة حمد بن مطر بن حمد الشامسي. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، وعودتنا إلى الشحانية. 800 متر الأخير الموقف ما يطمن أبدا يرعى الشحانية. وصلت وتحركت الجنوبية، هجمت الجنوبية، انطلقت الجنوبية، يسلم يا الجنوبية، يا سلام العصا قوس. في ليلة البارحة حضر هذا الشعار على ظهر زعزعة واخذت سيارة هنا مع الأقوياء. اليوم في أقوى أشواط اللقاية الصباحية حضرت الجنوبية، شعار بالراية خطير. هنا المها حمد بن راشد بن حمد بن قبعان مع المركز الثاني، يا سلام بن قبعان والزعبي، بن قبعان والزعبي. المركز الثالث هنا المنذرة، والمركز الرابع وصلت فيه الظبي محمد بن عصري بن سعيد الخيالي. ولكن عودتنا إلى شعار زعزعة، إلى الجنوبية، إلى الجنوبية. يا سلام، حسمت الموقف. حضرت في الشوط الرئيسي في صباح هذا اليوم لتكون هي المتوجة، هي البطلة يا الزعبي. بطي بن محمد بن بطي الحسنة، يا الله، المضمر سعيد بن بطي يتابعها في المسايرة وفي التضمير. سلام للجنوبية، سلام. تهانينا والناموس لمالك الجنوبية بطي بن محمد بن بطي بن الحسنة المري. المركز الثاني المها حمد بن راشد بن حمد بن قبعان. المركز الثالث منذرة محمد بن عتيق الرميثي. المركز الرابع محبة لناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. المركز الخامس الظبي لمحمد بن عصري بن سعيد الخيالي. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، لمراكزنا المتقدمة الأولى والجنوبية. حضرت في هذا الشوط الصباحي الرئيسي لتتوج بناموس اللقاية البكار في صباح هذا اليوم مع شعار زعزعة، شعار الزعبي الحاضر دائما في المنافسات القوية. هذه الجنوبية 6 دقائق 7 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهاني وناموس لمالك الجنوبية بطي بن محمد بن بطي الحسن المري. تهاني له ناموس يا بطي. المركز الثاني 6 المها وصلت في المركز الثاني 6 دقائق 8 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن قبعان المري. المركز الثالث كان من نصيب منذرة، 6 دقائق 8 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمالك منذرة محمد بن عتيق بن جمعة الرميثي. تهانينا والناموس.